آخر تطورات قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا كان هناك مسؤول عن جريمة قتل الصحفي فسيكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وجاء تصريحات ترامب في مقابلة صحفية أجراها في مكتبه البيضاوي مساء أمس الثلاثاء مع صحيفة وولستريت جورنال الأمريكية، مؤكدا أنه مقتنع بأن الملك سلمان لم يكن يعلم بقتل خاشقجي مقدما. وردا على سؤال حول تورط الأمير محمد بن سلمان المحتمل، فقد قال حسنا الأمير يدير الأمور هناك في السعودية أكثر من أي شخص آخر في هذه المرحلة، وإذا كان هناك أي شخص فسيكون هو. من جهة أخرى، أوضح الرئيس الأمريكي أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية بما في ذلك مديرة وكالة الاستخبارات المركزية جينا هاسبيل عائدين حاليا من زيارتهم إلى تركيا والسعودية بمعلومات جديدة عن جريمة قتل خاشقجي، حيث طلب منهم عدم نقل نتائجهم إليه عبر خطوط الهاتف، واختار أن ينتظر وصولهم إلى واشنطن حيث يطلع على تلك النتائج بنفسه. وجاء حوار ترامب بعد ساعات من خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي تحدث فيه عن تفاصيل التحقيق في القضية، وقال إن هذا الحادث وقع في إسطنبول مما يحملنا المسؤولية للكشف عن الحقيقة، موضحا أن خاشقجي قتل بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية يوم 2 أكتوبر. وتقدم أردوغان باقتراح على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأن تجرى محاكمة الأشخاص 18 المسؤولين عن مقتل الصحفي في إسطنبول. وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات مفصلة وفورية عن اختفاء خاشقجي فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة بالسعودية.